وحضارة أور. حضارة أور دي كانت مركز من الحضارة البابلية القديمة أو الحضارة الأشورية القديمة، لأنها في مكان ما بين النهرين. المهم أنه كان عايز في بيئة وثنية. كان أبوه اسمه تارح ابن ناحور، زوجته اسمها ساراي، ولما خرج من المنطقة دي وعبر النهر سموه العبراني، وبقى العبراني دي والعبرانية اسم على طول مشهور. ايه حكاية ابونا ابراهيم دي؟ لما نقرأ الكتاب المقدس نجد ان قصة ابينا ابراهيم تبدأ بدعوة الله ليه في تكوين اصحاح 12 اي واحد، بدعوة الله ليه، وكان عمره 75 سنة. لا نعرف ابدا سيرته في 75 سنة اللي فاتوا دول، ابدا لا نعرفش حاجة خالص، كما لو كانت حياته تبدأ بالدعوة الالهية وقبل كده ما الكتاب ما قالش عنه حاجة. كأن تاريخ حياته الفعلي الروحي يبتدي من سن 75 دي.